السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يومكم بخير. وسيزون موبايلات شغال بحماس، وتكتمبر مازال مكمل بقوه. النهارده عليكم موبايل بصراحه مفتري، موبايل سفاح، ومش موبايل واحد، هو فعليا موبايلين من نفس العائله، وكل واحد فيهم بيقدم باكج بصراحه قويه جدا، يعني حاجات مغريه، هتحس انك ايوه انا عايز كل الحاجات دي في الموبايل اللي معايا. الموبايلات يا جماعه جايله من شاومي. خليني من الاول كده اقول لكم شاومي عامله شغل عالي. الموبايلات دي مغريه من ناحيه المواصفات ومن ناحيه السعر قصاد المواصفات. سلسله 13 ما زالت مكمله العائله، ولكن وصلنا للجيل تي. طبعا بيحصل الكلام ده كل سنه، عندنا 13 تي و 13 تي برو. في تطور قوي مقارنه بالجيل اللي فات هنا، وفي نقل لبعض الحاجات الحماسيه اللي شفناها في الالترا نزلت هنا دلوقتي في سلسله التي. طبعا في فروقات ما بين ال 13 تي وال 13 تي برو، لكن على فكره الفروقات مش كتير خالص، حتى التصميم هنا موحد بين الاثنين. الفرق الاساسي طبعا زي ما انتم شايفين هنا في فرق في الفينش المستخدم. في نسخه البرو هنا بيجي لك مع حاجه اسمها الباين بلو، ده عباره عن زي فيجن ليذر، احساسه بصراحه لطيف جدا جدا، ويعتبر سوفت كده شويه، ومسكته في الايد الطف بكتير بصراحه من الازاز. انا بحب الظهر الجلد دايما على الموبايلات، وهنا احساسه لطيف وشكله لطيف. اما اللون اللي معايا من ال 13 تي اسمه ميدو جرين، شفنا شبهه قبل كده من شاومي، وطبعا عندك كذا لون وكذا فينش من ده او من ده، لكن الاثنين دول بصراحه اوبشن لطيف جدا. التصميم مش مختلف في اي حاجه غير الالوان هنا زي ما انتم شايفين، وبقيت تصميم الموبايل بصراحه شكله حلو. الكاميرات هنا جايه هرم كده شويه، شكلها حلو، المستطيل بتاعها شكله لطيف، ومسكه الموبايل في ايد مريحه. الجناب هنا فلات، لكن عشان في كيرف في الظهر فمسكته في ايد بصراحه كويسه جدا، والموبايل شكله انيق. الموبايلات دي تقدر تقف فلات على الترابيزه، ودي حاجه لطيفه. الشاشه متغطيه بجوريلا جلاس 5. وفي حاجه اخيرا شاومي عملتها هنا في الموبايلات دي، وهي الاثنين بيقول لك مع ريتنج IP68، ده تطور محترم مقارنه بالجيل اللي فات تقريبا كان IP53، فده فرق شاسع. فعليا تقدر تغطس الموبايلات دي في المايه دلوقتي لعمق محترم ومش هتقلق من اي حاجه، دي حاجه كويسه جدا. عشان تبقى فاهم، فئه ال 13 تي برو هو كانه ابر ميد رينج، ولكن مع حاجات كتير جايه من جانب الفلاج شيبس، والشاشه واحده من الحاجات دي. الشاشه هنا فعليا تعتبر ممتازه. احنا هنركز مع ال 13 تي برو، ولكن في الاخر اقول لكم الفروقات بينه وبين ال 13 تي العادي، والحاجات غالبها مشترك بين الاثنين، ومنهم الشاشه زي ما هنحكي دلوقتي. الشاشه هنا 6.67 انش فول اتش دي بلس AMOLED، وبتدعم كل حاجه انت عايزها من ال HDR10 بلس، دولبي فيجن، الدي سي اي بي 3 كلر جامت، الالوان هنا ممتازه، الشاشه شكلها حلو جدا بصراحه. هما بيسموها كريستال ريز ديسبلاي، وبتقدم لك اضاءه ممتازه السنه دي، بتوصل لحد 2600 نتس، ده رقم مجنون بصراحه. اضاءه في الشمس، يعني اضاءه الشاشه في الشمس ممتازه، مفيش اي مشكله اطلاقا هنا، وشكل كل حاجه ممتاز على الشاشه دي بصراحه. بس في حاجه ثانيه مميزه جدا في الشاشه دي، وهي الريفرش ريت. الريفرش ريت هنا يا جماعه بيوصل لحد 144 هرتز، ودي حاجه مش بنشوفها كتير اطلاقا على شاشه AMOLED. والتاتش سامبلنج هنا بيسموه ادابتيف سينك بيوصل ل 480 هرتز، الشاشه دي سلسه جدا. طبعا هي مش شغاله 144 طول الوقت، هيكون حسب الحاجه اللي بتعملها، وهي اللي بتحاول اوتوماتيك ما بين 60 120 و144، بس كل حاجه هنا كانت سلسه جدا في استخدام الموبايل. الموبايل سريع وسلس جدا جدا في اي حاجه، دايما احساسه السلاسه. حاجات ثانيه كمان لطيفه في الشاشه دي، الموبايل بيقدر يعدل الاضاءه بدرجات اكتر من المعتاد، فمش هتلاقي الشاشه ضلمت ونورت كده فجاه، في تدريج كويس هنا. حاجه ثانيه كمان بتدعم البي دبليو ام 2880 هرتز، فمش هتحس بالفليكر حتى لو اضاءه الشاشه منخفضه وانت بتستخدمها بالليل في السرير وما الى ذلك. الشاشه هنا من نقط قوه اكيد في الموبايل ده. مش بس الشاشه ممتازه، السماعات كمان ممتازه. عندك سماعات ستيريو هنا بتدعم دولبي اتموس، صوتها عالي وصوتها واضح، وشكرا شاومي ان دايما بنلاقي سماعات ستيريو في الموبايلات، دي حاجه لطيفه جدا. ففي جانب المالتي ميديا انت هتكون مبسوط مع الموبايل ده، 144 هرتز دي حاجه مجنونه جدا على شاشه اموليد اكيد، والبصمه هنا موجوده تحت الشاشه وبتشتغل كويس جدا وبسلاسه. لحد دلوقتي كل حاجه اتكلمنا عليها مشتركه بين الموبايلين، ودي حاجه ممتازه، لكن بدايه المواصفات الموضوع هيبدا يختلف شويه. مع 13 تي برو بيجي لك هنا معالج من نوع دايمنستي 9200 بلس، ده بروسيسور 4 نانومتر يعتبر كويس جدا. بيجي لك معاه 12 جيجا رام من النوع السريع LPDDR5X، في النسخه المعادي كمان 512 جيجا ذاكره داخليه من نوع UFS 4.0. الموبايل اكيد ديوال سيم، وعلى فكره بيدعم واي فاي 7، حاجه ممتازه، وبلوتوث كمان 5.4، فعندك احدث حاجات موجوده هنا. وفي نسخه على فكره لو عايز 16 جيجا رام مع ذاكره داخليه 1 تيرا بايت بالسرعات الخطيره دي. طب ايه الفرق بينه بقى بين ال 13 تي العادي؟ الشاومي 13 تي بيجي لك مع دايمنستي 8200 الترا، اقل شويه لكن ستيل كويس جدا، 4 نانومتر مع 8 جيجا رام هنا، ما
من النوع الأبطأ شوية وذاكرة داخلية 256 جيجا UFS 3.1. الموبايلين أدائهم سلس وسريع، لكن طبعا البرو هيديك حتة زيادة أكتر شوية بالذات كمان في الجيمز. بشكل عام الأداء في الاثنين ممتاز، سواء في الحياة اليومية واستخدامك للأبليكيشنز أو وأنت بتلعب جيمز، كل حاجة هنا ممتازة بصراحة. الشاشة السريعة والإضاءتها عالية مع السماعات الحلوة جدا بيدوك تجربة خطيرة هنا. وعلى فكرة موتور فايبريشن في الموبايلين زي بعضه، في الموبايلين يعتبر فلاج شيب ليفل جدا، مفيش أي حاجة فيها تنازلات من ناحية موتور فايبريشن، والتجربة بصراحة حلوة جدا على الموبايلات دي من ناحية الأداء، مفيش أي مشاكل هنا. أنا أحيانا مبقاش قادر أحدد إمتى الـ 144 بتشتغل وأنا بستخدم الجهاز، لكن الأنيميشنز هنا شغالة حلو، أنيميشنز الحركة في السوفت وير هنا شغالة بشكل لطيف. وطبعا عندك الـ MIUI 14 موجود هنا. نحاول تاني دلوقتي على حاجة مشتركة بين موبايلين، لكن هنرجع نختلف عليها بشوية، وهي حجم البطارية. في موبايلين بيجيلك بطارية كبيرة 5000 ملي أمبير، مفيش أي مشكلة إطلاقا في عمر البطارية هنا، استخدام الموبايل كان كويس جدا، ما استخدمتوش فترة طويلة لكن عملت مشاكل في عمر البطارية على مدار الأيام اللي فاتت. الاختلاف هنا هيكون في سرعة الشحن والشواحن دي لك على الموبايلات. الاثنين بصراحة ممتازين لكن واحد فيهم خارق. اولا حاجة ممتازة ان الشواحن بيجي لك اساسا جوه العلبة. 13 تي بيجي لك مع شاحن 67 واط، بيشحنك البطارية فل في حوالي 42 دقيقة، وتش رقم اوكي مش سيء اطلاقا. اما 13 تي برو بيجي لك زي السنة اللي فاتت مع شاحن 120 واط الصاروخي، اللي بيشحنك البطارية 5000 ملي امبير في 19 دقيقة. شاومي على فكرة اضافت شيبات مخصوصة بالشحن هنا جوه الموبايل عشان تحافظ على السرعة الخارقة دي من غير حرارة زيادة ومن غير ما يكون في تأثير على عمر البطارية، وفعليا تقدر تشوف زيادة البطارية قدام عينك مع السرعة الخطيرة. 19 دقيقة يا جماعة حاجة رهيبة زي السنة اللي فاتت، بس ستيل دايما خطير. اوكي لحد دلوقتي زي ما شايفين كل ده كلام ممتاز، الموبايل دي فعلا عاملة شغل عالي وبتقدم في كل فئة من الفئات اللي اتكلمنا عليها حاجة كويسة جدا من غير تنازلات. طيب ايه اخبار بقى الكاميرات هنا؟ شوف شاومي عملت تغيرات كبيره في الكاميرات مقارنه بالجيل اللي فات. الكاميرا الاساسيه على الورق ممكن تحس انها داون جريد عشان كانت 200 ميجا بكسل، دلوقتي بقت 50 ميجا بكسل f1.9، بس السنسور هنا يعتبر احسن كحجم البكسلز نفسها. كاميرا الالترا وايد بقت 12 مقارنه ب 8 على ما اتذكر في الجيل اللي فات، ودلوقتي بقى عندك كاميرا زوم يا جماعه 50 ميجا بكسل f1.9 تديك 2x وفيها OIS. كاميرات على فكره موحده في الموبايلين، دي حاجه كويسه. والحاجه كويسه الثانيه الكاميرات دي زي ما نشوف مع شاومي مؤخرا بالتعاون مع لايكا، فانت بتضمن هنا ان العدسات والتحليل والفلاتر جايه من لايكا، ودي حاجه كويسه. خلينا نشوف نتائج التصوير هنا. الكاميرا الاساسيه انا شايف انها بصراحه ممتازه هنا، تدي تفاصيل كويسه جدا، تدي الوان حلوه، شاربنس فيها عالي، الديناميك رينج مش سيء اطلاقا، الهايلايتس تفضل موجوده هنا مش بتضرب معاك، وشكل الصور حلو بصراحه. انت عندك هنا عشان طبعا تعاون مع لايكا عندك اثنين لوك مختلفين، فعندك حاجه اسمها لايكا فايبرنت وعندك حاجه اسمها لايكا اوثنتيك. الفايبرنت بتحس الالوان منوره كده اكتر وتبقى الصوره مشبعه زياده، لايكا اوثنتيك بتبقى الصوره الظل فيها مظلم زياده شويه بس الالوان تبدو اقرب للحقيقه شويه. الاثنين شكلهم مختلف بس الاثنين شكلهم لطيف بصراحه. السنسور ده بيديك بوكا طبيعيه وتعرف تطلع صور فعلا شكلها حلو جدا، بالذات كمان مع الووتر مارك الخطيره بتاعت لايكا. كاميرا الالترا وايد هنا كويسه لكن مش مبهره للدرجه، يعني بتدي تفاصيل مش سيئه الا اكيد من الكاميرا الاساسيه، لكن الفيو بتاعها لطيف بيدخلك تفاصيل او بيدخلك حاجات اكتر في الفريم بتاعك، وحلو انها موجوده اكيد. لكن كاميرا الزوم هنا تعتبر كويسه جدا، هي 2x بس لكن الكواليتي بتاعها عالي. الكاميرا دي 50 ملي وعشان هي f1.9 فبرضه ذاكرة الخلفية فيها بشكل طبيعي حلو جدا بصراحة، وبتدي لوك بروفيشنال كده، لوك حلو جدا. تقدر تكمل بالزوم ديجيتالي لحد 20x لو عايز، انا شايف لحد 5-6 اوكي، 20 طبعا بيكثر النويز وبتقل التفاصيل لكن شغال يعني مقبول. ففي رأيي سيستم كاميرات متكامل ويعتمد عليه، وعندك طبعا فلاتر مختلفة بقى من لايكا، الحاجات اللي بتديك الإضاءة الزرقاء شوية الصفرة شوية، الأبيض في أسود الخطير بتاع لايكا، عندك حاجة كتيرة لو عايز تلعب شوية في الصور كده وتطلع أشكال مختلفة. التلات كاميرات يقدروا يصوروا فيديو 4K على فكرة، والفيديو هنا شكله كويس جدا، إذا مش بتصور في وش الشمس مباشرة الفيديو بيطلع شكله نظيف ولطيف وليه كده شخصية. إذا بتصور في وش الشمس مباشرة لاحظت شوية فرنجينج كده، يعني الهايلايتس بتقلب لون بنفسجي شوية، بس الفيديو مستخدم والستيبلايزيشن هنا كويس جدا. وعلى فكرة كمان تقدر تصور فيديو 8K هو لحد 24 فريم، ولكن لو عايز تقدر. شكل الابلكيشن بتاع الكاميرا كمان دلوقتي بقى لطيف جدا، بقى يعني مهندم كده وستريم لاين، تقدر تسوايب عشان توصل لمجموعة من الحاجات، وعندك برو مود محترم هنا، سواء بتصور صور
البروموت شكله كويس جدا، هتتظبط وتعدل اللي انت عايزه. وهنا بتغير بين اللايك مودز الفايبرنت والاوثنتيك. وحتى لو بتصور فيديو بقى عندك مجموعه جديده من الحاجات، فعليا تقدر تصور دلوقتي لو عملت سوايب كده تقدر تصور لوج، بحيث لو انت واحد عايز تعدل انت الالوان براحتك. اللوك طبعا بيطلع لك اللوك بهتان كده، ولكن انت تقدر تظبط الالوان في المونتاج بعد كده براحتك. وتعرف فكره كمان تشوف لات اللوك اب تيبلز، تقدر تشوف الريك 709 انتجريتد هنا عشان تشوف البريفيو للفيديو المفروض يبقى عامل ازاي، لكن طبعا هو هيتصور ويطلع لك اللون البهتان ده اللي تقدر تعدله براحتك بعد كده في المونتاج. كاميرا السيلفي 20 ميجا بكسل هنا تعتبر كويسه، بتطلع سيلفي شكلها لطيف، لكن مش اعلى شاربنس والبروسيسنج يعني زياده شويه. بس انا مكرنج مش سيء. الحاجه اللي المفتقده فيها هنا ان مفيش فيديو 4K من الكاميرا الاماميه، عندك فيديو بس لحد فول اتش دي ويعتبر زومد ان شويه. انا مش عارف ليه مش حاطين 4K في الكاميرا الاماميه، دي الحاجه الوحيده اللي تعتبر ناقصه في الكاميرات هنا. بس اوفرول بصراحه باكج كاميرات محترم في الموبايل ده، واضافه كاميرا الزوم عملت شغل عالي وكمل لك الباكج هنا من غير تنازلات كتير في الموبايل ده اطلاقا، ودي حاجه كويسه جدا. ومع وجود لايكا والفلاتر والحركات دي انا شايف انها تجربه كمان مسليه وممتعه بشكل عام. بصراحه شايف انها عامله باكج محترمه في الموبايل ده، موبايل مغري والحاجات اللي فيه كلها كويسه جدا. تنازلاتك هنا قليله جدا، مفيش وايرلس تشارجنج ومفيش 4K في الكاميرا الاماميه، بس باقي الحاجات اللي ممكن تكون عايزها تقلبها او كلها موجوده هنا. والفرق بين الاثنين الاساسي هو البروسيسور ونوع الرام ونوع الذاكره الداخليه وسرعه الشاحن بس كده. طبعا فرق تاني كمان هو السعر، 13 تي برو هيتوفر بدايه من 2499 درهم، يعتبر سعر كويس بصراحه. وال13 تي هيتوفر بدايه من 1799 درهم، وبرده سعر كويس جدا. هيبداوا يتوفروا من يوم 4 اكتوبر. اذا في تغيرات في السعر هكتبها لكم على الشاشه، عشان انا لسه مش متاكد بالسعر النهائي بالظبط، لكن الاسعار دي تعتبر هي موجوده معايا دلوقتي، وتعتبر بصراحه ارقام كويسه على الباكج الكويسه جدا اللي بتاخدها هنا. ايه رايكم في ال13 تي وال13 تي برو؟ حابب جدا اسمع رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، اشتركوا في القناة، شغلوا جرس التنبيهات عشان لسه في حاجات كتير قوية جدا جاية الفترة الجاية. متنسوش كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر، وتحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.